السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مقرر بايوكيمستري. هنكمل مع بعض شرح اللي هو البروتين. طيب هنتكلم النهاردة عن اللي هو الأمينو أسيد والاستراكشر بتاع البروتين، تركيب البروتين. هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن، ازاي اللي احنا بنصنفه. احنا شرحنا اللي هو الإنزيم وشرحنا الكربوهيدرات، اللي ما سمعهمش هنسيبهم لك في الديسكريبشن تحت، اللينكات تدخل تسمعها على طول. ما تنساش لو عملت سبسكرايب تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتضغط لايك عشان يوصلك كل جديد بينزل ان شاء الله. في النهاردة هنتكلم عن اللي هو الامينو اسيد. احنا عارفين اللي هو الامينو اسيد ده بيكون مونومر، حاجه هو الوحده الصغيره بتاعه اللي هو البروتين، تمام. هناخد بقى اوفر فيو كده، نظر عام على اللي هو الامينو اسيد والبروتين استراكشرال. قلنا اللي هو بيكون الامينو اسيد ده بيكون هو المونومر او المونومر يونت، الوحده الصغيره بتاع اللي هو البروتين. كذا ايه امينو اسيد مع بعض بيكون لي او بيصنع لي بروتين. قال لك مع كل امينو اسيد بقى، كل امينو اسيد بيمسك في الامينو اسيد اللي جاره وبيمسكوا مع بعض من خلال رابطه اللي اسمها بنسميها اسمها كوفيلنت بوند. دي اما ببتيد بند يا اما اميد بند، وهنعرف الكلام ده قدام. ان الامينو اسيد واللي هو الديريفاتيفز المشتقات بتاعته بيشاركوا بقى او ليهم وظائف في اللي هو في الخليه نفسها في السيلولار فانكشن. الوظائف دي زي اللي هو النيرف ترانزميشن، زي اللي هو البايوسينثيسيس اللي هو بيخلق اللي هو البورفيرين واللي هو البيورين واللي هو البيرميدين واليوريا. كل الحاجات دي هنتكلم عليها في المحاضرات القادمه ان شاء الله. بيقول لك برضو اللي هو الامينو اسيد لما يعمل ايه بوليمر مع بعض هنسميهم اسمهم بيبتيد، وده اللي بيكون لهم دور طبعا في اللي هو في النيورو اندوكرين سيستم. بيكون لهم دور في بيشتغلوا كهرمون، بيشتغلوا اللي هو زي الهرمون ريليزنج فاكتور والنيورو موديوليتور والنيورو ترانزميتر. طب هنعرف دلوقتي ايه هي بقى البروتين. بالنسبة للبروتين قلنا بيتكون من ايه؟ قلنا بيتكون من امينو اسيد. هنتكون عن 20، هناخد اهم 20 امينو اسيد فيهم وهنتكلم عليهم في المحاضره دي. بيقول لك ال 20 امينو اسيد دول لو اختلف التسلسل بتاعهم كل تسلسل هيديني بروتين تاني مختلف خالص، تمام. واللي هو بالنسبه للبروتين هو بيكون ذا موست اباندنت بيولوجيكال مايكرو مولكيول، اهم اللي هو اهم اللي هو الجزيئات الكبيره الحيويه اللي في جسم الانسان بتحصل في الخليه وبتحصل في كل اجزاء من اللي هو ايه من كل جزء من الخليه. امثله على البروتينات اللي موجوده في جسمنا، الانزيم دي بيكون بروتين، الهرمون الانتي بادي اللي هو الترانسبورتر واللي هو المسل فايبر واللي هو ايه اللينس بروتين اوف اي، تمام. طب بالنسبه للامينو اسيد ده بيتكون من ايه؟ هنتكلم عن الاستراكشر بتاعه. الاستراكشر ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ذره كربونه. الكربونه دي بنقول عليها اسمها الفا كربون. بيكون الكربون احنا عارفين ليها بتعمل ايه، اربع بوند، منهم بوند ثابته بتكون فيها كربوكسيليك سي اتش، واللي هو بوند تانية بيكون فيها امينو جروب، وبوند فيها اتش، والبوند التانية بيها ايه فيها حاجه اسمها ار. الار دي بنسميها ليها اسمها سايد تشين، هي دي بتكون المميزه لكل امينو. الارضيه لو حطيناها مثلا، لو حطينا لها اللي هو اللي هي دي اللي بتحدد الامينو اسيد، بيختلف عن امينو اسيد ايه تاني اخر، يعني هي اللي بتحدد لي الامينو اسيد اللي عندي، تمام. هنعرف الكلام ده دلوقتي. هو بيقول لك الامينو اسيد كده بيتكون من ايه؟ بيتكون من كربوكسيليك جروب وبرايمري امينو جروب. بيتكون من اللي هو الار جروب، هي دي بتكون السايد تشين، هي المميزه لكل امينو اسيد، وكل ده ماسك في اللي هو في الالفا كربون. كله بيتكون من برايمري امينو اسيد ما عدا اللي هو البرولين. هنعرف دلوقتي الاستراكشر بتاعه، ده بيتكون من سكندري امينو جروب. وهنعرف ليه احنا قلنا امينو جروب وليس امينو جروب. قال لك عند اللي هو البي اتش 7.4 دي بيحصل ايه؟ قال لك بيحصل للكربوكسيل جروب السي اتش بيحصل لها ديسوشيشن، بتتحلل او اللي هي بتبدا تفقد اللي هي الاتش وتبقى شكلها في شكل كربوكسيليت اللي هي سي او او، واللي هو الامينو جروب هو اللي هياخد الاتش بتاعتها ويكتسب اللي هو الامونيا دي هتكتسب ايه؟ هتبقى بوزيتيف تشارج، تمام. قال لك في البروتينات بقى كل الكربوكسيل الجروب ده بيكون اللي هو بيكون بيتحد مع اللي هو بيتحدوا مع بعض، او اللي هو الكربوكسيلك والامينو جروب الاثنين بيتحدوا مع بعض من خلال قلنا البوند اللي هو احنا كنا نقول يا اما اللي هو الاميد بوند او اللي هو البيبتيد مين بوند، تمام. واحنا عارفين اللي مش بيتحدوا الا في حاله ايه اللي هو يحصل او تتكون هيدروجين بوند. طيب هنا زي اللي انا بعمل كلاسيفيكيشن ان انا بصنف الامينو اسيد، قال لك بصنف الامينو اسيد لثلاث ايه حاجات، تمام. بصنف اللي يا اما كيميكال يا اما نيوتريشنال يا اما بيولوجيكال. قلنا كيميكال دي بيكون ايه؟ بيكون اليفاتيك. الاليفاتيك ممكن يكون نان بولر وممكن يكون بولر، ممكن يكون اروماتيك. الاروماتيك دي اللي هو الاروماتيك سايد تشين، ممكن يكون سلفر كونتيننج امينو اسيد او اسيدك او بيزك امينو اسيد. هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل دلوقتي. وانا هتكلم عن النيوتريشنال، بنقسمه يا اما اسينشال امينو اسيد بيكون ضروري هنعرف بيتصنع فين، والنان اسينشال واللي هو السيمي اسينشال. بالنسبه للبيولوجيكال او الميتابوليك بيكون في ثلاث انواع اللي هو الكيتوجينيك والجلوكوجينيك والميكسد بين الجلوكوجينيك واللي هو الكيتوجينيك. طب اول حاجه نتكلم عليها قلنا اللي هو نصنف كيميكالي، اول حاجه معانا اللي هو اسمها اليفاتيك نان بولر. قبل ما نبدا فيها
من اسمها اليفاتيك. اليفاتيك معناها اللي هي بتكون ايه، بتكون اللي هي مش اروماتيك. اليفاتيك معناها اللي هي بتاخد شكل مين، اللي هو ايه، شكل اللي هو السلاسل اللي هو هيدروكربون اتشين، تمام. نان بولر معناها غير قطب، معناها مش بتزف، والميه معناها مش بتكون هيدروجين بوند. يبقى كده انت كده عرفت مصطلح اللي هو الاليفاتيك، اللي هو بيعمل سلسله اللي هو ايه، شين سلاسل مع بعضيها. قال لك الار جروب عندي اللي هي بتميز كل امينو اسيد، قال لك دي بتكون نان بولر غير قطبيه، معناها هيدروفوبيك، مش بتحب الميه، معناها مش مالهاش اي علاقه، مش بتكون هيدروجين بوند. يعني مش بتكون هيدروجين بوند، معناها اللي هي مش بتكتسب ولا بتفقد ولا حتى بتشارك في الهيدروجين ايه بوند، تمام. امثله بقى على الحاجات اللي هي الالفاتك نان بولر، عندي خمس او عندي سبع اي اشكال. اول حاجه اللي هو بيكون الالانين، واللي هو الفالين، والليوسين، واللي هو الايزوليوسين. قال لك الحاجات دي هنعرف استراكشر كل واحد دلوقتي. عايز يقول لك الحاجات دي السايد تشين بتاعتها بتبدا اللي هي تبدا كلاستر تتجمع مع بعضيها من خلال طبعا حاجات قلنا هيدروفوبيك، من خلال تفاعلات هيدروفوبيك اللي هي مش محبه للميه. عندي الميثيونين من ضمن الحاجات اللي هو الالفاتك نان بولر. قال لك الميثيونين دي اللي بيميزه ايه، اللي هو بيكون فيه سلفر، في سلفر، في اللي هو في ذرة كبريت، تمام. يبقى واحد من السلفر كونتيننج جاي من اسيد بيكون نان بولر سايو ايثر جروب. يبقى كده الرابطه اللي ماسكه اللي هو الميثيونين مع بعض، اللي هو بيكون اللي هو الايثر جروب، تمام. طب انا عايز اجمع او عايز اقول لك اللي هو ايه هي بقى الحاجات اللي هي بتكون اللي فاتك نان بولر السبع مثلا، ايه اشكال عايز اسهلهم عليك في الحفظ، بنجمعهم في كلمه اسمها فان بيجير، تمام. هناخد كل حرف بيعبر لي عن اسم، تمام. يبقى الفي دي بتعبر عن حاجه اسمها الفالين، دي بتعبر عن حاجة اسمها اللي هو الألانين، والإم بتعبر عن الميثيونين، والبي بتعبر عن البرولين، واللي هو الجير دي الجي بتعبر عن الجليسين، والآي بتعبر عن الأيزوليسين، والآر دي طبعا ملهاش حاجة، احنا حطينا زيادة بس عشان تكمل المعنى، والإل دي اللي هي بتكون الليوسين. تعالوا بقى نعرف كل استراكشر أو كل مين كل كومبوننت دي بيتكون من إيه. احنا عارفين اللي هو بشكل ثابت كده كده، أي اللي هو أي أمينو أسيد بيكون فيه كربون، بيكون فيها كربوكسيلك، وفيها أمينو جروب قلنا اللي بيحدد ده اللي هو بيكون مين الآر، تمام. الارض هي بقى اما قال لك لو اتش دي بنسميها اسمها جلايسين، ودي بيكون ابسط امينو اسيد ممكن تشوفه في حياتك، تمام. طب قال لك لو انا شلت اللي هو الايه الار، لو الار دي شلتها ورحت حطيت مكانها مجموعه ميثيل، دي بنسميها اسمها الانين. طب قال لك المجموعه الميثيل دي لو فرعت منها مجموعتين ميثيل نسميها فالين، تمام. قال لك طب اللي هو الليوسين ده، قال لك لو زودت اتنين ميثيل هنا وفرعت منها زي الفالين بالظبط، يعني زودت هنا واحده ميثيل بنسميها اللي اسمها ليوسين. طب قال لك الايزوليسين هي الليوسين، بس بدل ما اتنين كده طالعين مجموعتين ميثيل من اخر مجموعه ميثيل او اخر سي اتش دي، هناخد منهم مجموعه ونحطها مع الكربونه اللي فوق، تمام. قال لك اما بالنسبه للميثيونين الميثيونين قلنا اللي هو بيكون فيها مجموعة مين سلفر، اللي هو الاس بيكون عبارة عن مجموعتين ميثيل وسلفر ومجموعة ميثيل. اما اللي هو البرولين، وده هنتكلم عنه في الاستاد اللي جاي فيه ملحوظة، بيعمل اللي هو الشكل اللي انتم شايفينه كده، شكل خماسي بيحتوي على اللي هو الامينو مين جروب، عشان كده احنا بنسميها امينو. لو تلاحظ بس قبل ما نبدأ في الاستاد اللي جاي عشان نسهله، لو تلاحظ الشكل الخماسي ده بيكون شكل امين ايه، حلقي، صح، رنج، عامل رنج، بس هو مش اروماتيك. ليه؟ احنا اللي بيميزنا الشكل ده اروماتيك ولا مش اروماتيك، اللي هو بيكون عامل جوه كونجيوجيشن اللي هو سنجل دبل سنجل دبل، صح، يا سنجل هي وبعدها دبل سنجل دبل، هو ما فيش هنا كونجيوجيشن، يبقى الشكل ده بيكون ايه، بيكون اللي هو بيكون امينو جروب. يبقى تعالوا بقى ناخد كده كم ملحوظه، قلنا الجليسين ده بيكون ابسط امينو اسيد ممكن تشوفه، اللي هو بيكون الار او اللي هو السايد تشين بتاعه بنشيله ونحط اتش. هناخد بقى مثال على اللي هو او ملحوظ على اللي هو البرولين. قلنا البرولين قلنا ليه بنسميه اللي هو امينو اسيد، عشان السايد تشين بتاعته بتكون في شكل مين رينج استراك، شكل حلقي بس او في شكل دايره، بس هي مش اروماتيك. ليه؟ قال لك هي مش اروماتيك عشان طبعا اللي هو هي ما فيهاش اللي هي كونجيوجيشن، او بتختلف او اللي هي ايه اللي هي ما فيهاش اللي هي سنجل دبل سنجل دبل. طب قال لك اللي هو الشكل اللي هو السايكل ده بتاع اللي هو الامينو جروب، الشكل ده بيديني ايه، بيديني ريجيد كونفورميشن، بيديني ايه، بيخلي الكونفورميشن او المركب بتاعي بيكون صلب، فبيبدا يقلل لي اللي هو الفلكسيبيليتي او المرونه ايه بتاعتي، تمام. طيب هنتكلم بقى عن اللي هو الاليفاتيك بولر. الاليفاتيك برضو اللي هو بيكون مش اروماتيك، مش شكل حلقي، اللي هو بيكون في شكل مين سايد تشين سلاسل كده مع بعضيها. وبولر معناها هنا بيكون العكس، بولر معناها قطبي، معناها محب الماء، معناها بيكون هيدروجين بوند، يبقى البولر او الان تشارجت او النيوترال. المهم الار جروب عايز يقول لك هي اللي بتميز لي اي امينو اسيد، عندي الامينو طالما كده قلنا بولر، يبقى كده الار جروب بتاعتي بتكون مور سوليبل في الميه، بتدوب في الميه، بتكون هيدروفيليك عن اللي هو ايه، عن النون بولر امينو اسيد.
صل على محمد. تمام. اقتربت صلاة العشاء. نكمل الشباب. قلنا اللي هو الار جروب عندي بتكون مالها، بتكون بتضف الميه وبتكون هيدروفيلك. عنا اللي هي الحاجات النون بولر. ليه؟ قلنا عشان طالما الفكره في البولر والنون بولر، بولر معناها بيكون هيدروجين بوند، معناها المركب والاستراكشر اللي عندي ده بيكون في فانكشنال جروب، مجموعه وظيفيه اللي بتكون الهيدروجين بوند مع الميه. يعني هتلاقي مثلا في اتش، فتمام، فده يعمل هيدروجين بوند مع الميه. امثله بقى على اللي هو الحاجات اللي هي البولر. سوري يا شباب معلش. نكمل بقى هنا. قلنا اللي هو الحاجات اللي هي بتكون البولر هي اللي بتدوب في الميه، معناها اللي هي بتكون ايه، معناها اللي هي بتكون بتكون هيدروجين بوند، معناها اللي عندها فانكشنال جروب هي اللي بتساعدها او تكون الميه. مثال عليه اللي هو لو عندي الحاجه بتحتوي على اميد جروب، بالنسبه لشكل الاميد جروب دي اللي هو بيكون عباره عن سي دبل بوند او، وماسكه مجموعه مين اللي هو الامين. تمام. مجموعه اللي هو الامين اللي هو الشكل ده بالظبط. لك يبقى مثال على الحاجات اللي هي بتكون بتحتوي على اميد جروب اللي هو الاسبرجين واللي هو الجلوتامين. تمام. دي بيكون عباره عن شكل امين اسيد عادي، في كربوكسيليك وفي مجموعه امين، في مجموعه ميثيل، وفي ماسك في مجموعه اللي هو الاميد جروب. نفس الكلام في الجلوتاميد، بس بزود مجموعه ميثيل الهيدروكسيل جروب ده اللي فيها او اتش، اللي هو بتكون زي اللي هو السيرين والسيرونين. السيرين دي بيكون فيها بدل الار سي اتش 2 او اتش. تمام. السيرونين نفس اللي هو السيرين، بس بشيل بدل 2 اتش اخليها اتش واحده هي، واحط مكان الاتش الثانيه مجموعه ميثيل. قال لك طب لو حاجه فيها سلفا هيدرايل جروب، كلمه سلفا هيدرايل، سلفا معناها اس، هيدرايل معناها جايه هيدروجين، معناها اس اتش. دي اللي بيميزها عن الميثيونين لو تفتكروا ذكرناه، تابع اللي هو الالفاتك نون بولر. كنا بنقول عليه نون بولر عشان في اس بس هنا في هيدروجين، هتعمل هيدروجين بوند، هنقول عليها سلفا هيدرايل جروب. المركب ده اسمه سيستاين، ركز اللي هو في ايه، في تقيله كده سيستاين. تمام. قال لك ده بيكون بيحتوي على اللي هو امينو اسيد، اللي بيكون سلفر بيحتوي على امينو اسيد، اللي هو الاستراكشر بتاعه بيكون. يبقى كده اتكلمنا عن اللي هو الاليفاتيك بولر. قلنا الاليفاتيك بولر ده، قلنا اللي هو الاشكال بتاع اللي هو السيرين والسيرونين والسيستين والاسبرتيد والجلوتاميد. انا اتكلم عن اللي هو الاروماتيك امينو اسيد، من اسم اروماتيك معناه عامل شكل مين، حلقي. تمام. قال لك امثله عليه بنجمعها في كلمه اسمها بي تي تي. تمام. كلمه بي تي تي بي معناها اللي هو فينيل الانين، التي اللي هي تيروزين، والتي التالتة اللي هي بتكون التريبتوفان. قال لك التلاتة دول بيكونوا هيدروفوبك. قال لك فيهم اللي هو الفينيل الانين ده هو بيكون ايه، بيكون نان بولر. تمام. هما كلهم يعتبر نان بولر، بس عايز يقول لك التيروزين واللي هو التريبتوفان عندي بيكونوا ايه، هما فيهم بيكونوا بولر شوية عن اللي هو الفينيل الانين. ليه؟ قال لك عشان هما بيكون فيهم حاجات او فانكشنال جروب، زي ما قلنا مثلا قلت لك بولر معناها فيها فانكشنال جروب بتساعدها اللي هي تكون هيدروجين بوند. مثلا التيروزين فيها او اتش هيدروكسيل جروب. تمام. التريبتوفان فيها اللي هو النيتروجين، دي بيساعدها اللي هو النيتروجين اندول جروب، اندول رينج اللي عامله شكل يمين خماسي، بيكون فيه اللي هو ان اتش، كل ده بيساعدها اللي هي تكون هيدروجين بوند. امثله عليه بقى قلنا اللي هو الفينيل الانين، دي بيكون شكل امينو اسيد عادي خالص، في كربوكسيلك، في مجموعه امين، في اللي هو مجموعه ميثيل ماسك فيها مين، ايه، حلقه بنزين. قال لك التيروزين نفس مركب اللي هو الفينيل الانين، ماسك في اللي هو في حلقه البنزين اللي هو الاو اتش اللي هو شكل الفينول. قال لك التريبتوفان بيكون عباره عن ماسك اندول اندول رينج، دي بيكون حلقة سداسية مسك فيها حلقة خماسية فيها ان اتش اللي هتساعدها اللي هي تكون مين، هيدروجين بوند. طب بالنسبة للسلفر كونتيننج جامن جروب، ده الحاجات ذكرناهم، بس هناخدهم تحت اللي هو فصيلة او تحت فئة اللي هو السلفر. الحاجات اللي بتحتوي على السلفر حاجتين، اللي هو الميثيونين واللي هو السيستاين. الميثيونين ذكرناه في تابع اللي هي الحاجات اللي هو الاليفاتيك اهي، اللي هي بتكون مش عاملة شكل حلقي، النان بولر اللي هي ايه، مش بتعمل، قلنا نان بولر معناها اللي هي مش بتكون هيدروجين بوند، معناها هنا بتكون اس بس فيها سلفر كونتيننج امينو اسيد، بتكون نان بولر، الرابطة اللي فيها بتكون سايويسر جروب. اما اللي هو السيستاين ده بيكون فيها سلفا هيدرال جروب، من اسمها هيدرال يبقى فيها اس اتش، شكل هو ده شكل السيستين اللي هو شكل عادي امينو اسيد عادي، في مجموعه مثال ماسك فيها اس اتش. تمام. قال لك ده بيكون بيعمل ايه، قال لك ده ممكن يتاكسد ويبدا اللي هو ده بيكون ايه، يبدا اللي هو يعمل او يرتبط عشان يقوي اللي هو الكوفيلنت لينج. قال لك الفكره اللي هو السيستين يا جدعان اللي احنا قلناه تبع اللي هو الاليفاتيك بولر، عشان في اللي هو الاتش بيساعدني ان انا اكون هيدروجين بوند. عايز يقول لك السيستين ده لو فعلته مع مركب سيستين تاني وربطتهم بربطه كوفيلنت رينج، هيبدا يكون لي حاجه اسمها مين، سيستين. السيستين ده هو دي الشكل السيستين. الفرق بقى اللي هو السيستين في اس بس، في سلفر بس، معناها ده بيكون نان بولر، معناها ما فيهوش مين اي هيدروجين تساعدني ان انا اكون هيدروجين بوند. طيب اللي هي الحاجات اللي هو البوزيتيف تشارجت واللي هو البوزيتيف تشارجت واللي هو مين والنيجاتيف تشارجت. البوزيتيف تشارجت دي اللي هي بتكون البيزك، واللي هو النيجاتيف تشارجت اللي هو بيكون مين، الاسيدك. تعالوا نشوف. قال لك هنا بقى
بيكون البوزيتيف تشارجد دي اللي هو بيكون مين الحاجات البيزك اللي هو الار جروب عندي عند بي اتش 7. هنقول لك امثله على اللي هو الحاجات البوزيتيف تشارج دي، مثلا زي اللي هو بيكون اللايسين والارجينين واللي هو الهيستيدين. تمام، قال لك اللايسين دي بيكون شكله الاستراكشر بتاعه عامل ازاي، بيكون في سكند برايمري امينو جروب عند اللي هو الكربون رقم 5. يعني عايز اقول لك اللي انا شكل امينو اسيد عادي، في الامينو جروب بتاعته اللي فوق، وفي امينو جروب تاني عند الكربون رقم 5. الارجينين في مركب اسمه اللي هو جواندين جروب، وفي الهيستيدين بيكون في مركب اسمه الاميدازول جروب. وهنعرف الاستراكشر دلوقتي. اما النيجاتيف تشارج اللي هو بيكون ايه اللي هو الحاجات الاسيدك، مثال عليه اللي هو الاسبرتيد والجلوتاميد، الاتنين دول بيكون فيهم كربوكسيليك مين جروب، يكون فيهم كربوكسيليك جروب. وعايز يقول لك اللي هو ملحوظه بس اللي هو عند الاسيدك بيتش ممكن يحصل بروتونيشن، وبدل ما يكون اسمه اسبرتيت يبقى اسمه اسبرتك، واللي هو بدل ما يكون جلوتاميد اسمه جلوتاميك. كلمه اسيدك بيتش معناها اللي هو ايه، هتبدا اللي هو السي اتش اللي عندي يحصل لها ديسوسيشن، وتبدا تبقى بشكل كربوكسيليت، واللي هو اللي هو مجموعه الامينو جروب هتبقى ان اتش 3 وايه وماسك عليها ايه عليها بوزيتيف تشارج. تمام، يبقى كده اللي عايزك تلاحظه هنا البوزيتيف تشارج اللي هي حاجات اللي هو بنضيف مين امينو جروب زياده، عشان هي الامينو جروب هي بتكون عليها مين بوزيتيف تشارج، ودي احنا عارفين الامينو جروب دي اصلا بتكون بيزك. اما النيجاتيف تشارج اللي هي بتكون الحاجات الاسيدك، والكربوكسيليك يا شباب من رمزها سي اتش، ما تشوفهاش وتقول لي اتش كده دي بتكون ايه، بتكون بيزك، لا هي اسيدك من اسمها كربوكسيليك اسيد، يبقى هي اسيد بتكون نيجاتيف تشارج. تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. قال لك اللايسين، قال لك اللايسين دي بيكون فيه بيكون في عند الكربون رقم 5 1 2 3 4 5 مجموعه امينو جروب اسمها سكند برايمري امينو جروب. اما الارجينين بيكون فيها جواندين جروب، بيكون ايه عباره عن اللي هو ثلاث مجموعات ميثيل وفيها اللي هي ذره كربون محاط بها ثلاث ايه مجموعات امين. اما الهيستيدين فيها اللي هو الاميدازول جروب اللي هو بيكون عامله شكل من حلقي خماسي، وفيها اللي هو مجموعه ان اتش. يبقى هنلاحظ اللي هو في البوزيتيف تشارج اللي هو تابع البيزك تابع مجموعه الامينو جروب اللي هو ان اتش 3. هنلاحظ ان احنا بنضيف ان اتش 3 اما النيجاتيف تشارج اللي هو تابع الاسيدك تابع الكربوكسيليك اسيد، بنضيف اللي هو سي او اتش اللي هو بيكون في الاسبرتيد والجلوتاميد. الاسبرتيد اللي هو امينو اسيد عادي بحط مجموعه ميثيل، وسي او اتش اما اللي هو الجلوتاميد بيكون سوري الجلوتاميد هو هو اللي هو الاسبرتيد بس زودت مجموعه مين ميثيل. تمام. اما كان هنتكلم بقى عن اللي هو النيوتريشنال اللي هو بيكون في حاجات اسينشال ونون اسينشال واللي هو سيمي اسينشال. الاسينشال ده اللي هو بيكون حاجات اللي انا ايه اسينشال ضروريه، معناها اللي انا مش هقدر مش هستنى، معناها اللي الجسم محتاجه، معناها اللي انا مش هقعد استنى لما الجسم يصنعها هحصل عليها من الغذاء اللي انا باكله. يبقى كده مش يبقى الحاجات دي مش بتتصنع في الجسم، ما طالما هي ضروريه بيكون اللي انا بصنعها وبجيب امداد بتاعها من اللي هو الدايت من الاكل اللي انا باكله. ده اللي بيكون احنا لو تفتكروا قلت لك في الاول البروتين هتكلم عن 20 امينو اسيد، ده اللي هو الاسينشال بيحتوي على 10 امينو اسيد، وال10 التانيين بيكونوا نون اسينشال. 10 امينو اسيد عشان تحفظهم مسهلهم لك في جمله، اي ليفت هوم تو ميك فيزيت ثرو ليبيا فيليبين ارجنتين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هاخد اللي هو اول حرف من كل كلمه بتعبر عن امينو اسيد، زي مثلا الاي بتكون ايزوليوسين، ليفت ناخد ال يبقى ليوسين، هوم الاتش معناها هيستيدين، تو التي يبقى تريبتوفان، الام ميك اللي هي بتكون ميثيونين، الفي فيزيت اللي هو بتكون فالين، السرو اللي هي تي بتكون سيريونين، ليبيا ال يبقى لايسين، فيليبين اللي هو جاي من فينيل الانين، واللي هو الارجنتين اللي هو بيكون ارجينين. تمام، اما النون اسينشال معناها امينو اسيد مش ضروري عندي، معناها انا بسيب الجسم يصنع براحته، بيصنع في الجسم بيشمل ال 10 امينو اسيد التانيين اللي هو الجليسين والالانين والسيرين والتيروزين والسيستاين والجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد واللي هو الاسبرجين والجلوتامين والبرولين. اما السيمي اسينشال ده بيكون موجود في الكبار وموجود في الصغار. قالك موجود في الكبار بنسبه كافيه بس يعني بسيب الجسم هو اللي بيصنعهم، بيتكونوا في الجسم، اما في الصغار مش موجودين بكميه كافيه، فانا بجيبهم او بحصل عليهم من الدايت اللي انا باكله، مثال عليه اللي هو الارجينين واللي هو الهيستيدين. تمام، قال لك طب بالنسبه بقى للي هو الميتابوليك اللي هو الكيتوجينيك واللي هو الجلوكوجينيك والميكسيد كيتوجينيك. تمام، والجلوكوجينيك اما بالنسبه للكيتوجينيك معناه اللي هو بيكون لي اللي هو الكيتون بادي اللي هو بيبدا يتحول مباشره لاسيتيل كوي او اللي هو الاسيتو اسيتيت، مثال عليه اللي هو الليسين واللايسين. اما الميكسيد من اللي هو الكيتوجينيك ده بيكون من كيتوجينيك والجلوكوجينيك معناها بيكون لي اللي هو الكيتون اللي هو الكيتون بادي والجلوكوز مع بعض، مثال على اللي هو الايزوليسين والفينيل الانين والتيروزين والتريبتوفان. اما اللي هو الجلوكوجينيك دي بيتحول او بيحول مركبات لجلوكوز اللي هو بقى طبعا اللي هو الامينو اسيد اللي هم الباقيين
هنتكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هو الأنفوتيريك بروبرتيز. كلمة أنفوتيريك معناها اللي أنا عندي الأمينو أسيد اللي عندي بيشتغل كأسيد وبيشتغل كبيز مع بعض، مش أسيد بس أو بيز بس، لا بيشتغل الاتنين مع بعض. لما بيشتغل الاتنين مع بعض بيكون معناه اللي هو بيكون بيضيف فورمية، أو بيكون اللي هو الفسيولوجيكال سوليوشن بتاعه بيكون عندي pH 7، بيكون نيوترال، فبنسميه في الحالة دي داي بولر أيون اللي هو بيكون الزويتر أيون. يبقى الزويتر أيون ده بيكون عبارة عن اللي هو أمينو أسيد بيشتغل كأسيد مع بعض وبيشتغل كأسيد أو بيز. الأسيد معناه بيكون عنده كتير، فاللي هو بيكون ايه بروتون دونر بيدي بروتون، اما البيز بيستقبل اللي هو بروتون. يبقى المواد كده اللي بيكون ليها ديوال نيتشر اللي هو طبيعه مزدوجه، شايل اسيد وشايل بيز، الحاجات دي بنقول عليها اسمها انفوتيريك، واللي هو الحاجه نفسها او اللي هو بيكون ايه بنسميها اسمها انفولايت، جايه من كلمه انفوتيريك الكترولايت. تمام، تعال نشوف. بيقول لك اللي هو عند البي اتش اقل من 3 معناها في الاسيدك، معناها اللي هو بيكون مين شايل بوزيتيف تشارج، معناها اللي هو بيكون مين اللي هو بيحمل بوزيتيف تشارج على اللي هو الامين جروب، والكربوكسيلك هنا مش بيتاثر ولا بيفقد اي هيدروجين، فاللي هو النتيجه النهائيه اللي هو النت تشارج بتاعتي بتكون بوزيتيف 1. اما لو عند بي اتش هاي عند اكتر من 10 بيزك، معناها اللي هو بيكون الامينو اسيد بيكون بيحمل ايه، بيحمل نيجاتيف تشارج، نحمل نيجاتيف سوري. يبقى كده اتكلمنا، قلنا اللي هو الجلوكوجينيك، واتكلمنا عن اللي هو الانفوتيريك، واتكلمنا عن اللي هو عند بي اتش اقل من 3 قلنا بيكون فيها اللي هو الامينو اسيد شايل بوزيتيف تشارج على اللي هو الامينو جروب، واللي هو عند بوزيتيف عند اللي هو بي اتش اكتر من 10 هتلاقي اللي هو بيكون شايل نيجاتيف تشارج طبعا على الكربوكسيليك، واللي هو طالما شايل نيجاتيف تشارج فاللي هو معاه اتش زياده، فيبدا اللي هو يفقد الهيدروجين بتاعته فيبقى سالب ايه 1. اما اللي هو الايزو الكتريك بي اتش ده بيكون بيشايل على الاثنين، قلنا ايزو الكتريك اتش بي اتش اللي هو تابع مين اللي هو الزويتر ايون، بيشتغل كزويتر ايون، معناه بيشتغل كنيجاتيف تشارج على اللي هو الكربوكسيليك وبوزيتيف تشارج على اللي هو الامين جروب، وهنا ما فيش اي الكتريك مين تشارج معناه بتساوي صفر. تمام، يبقى هنا قال لك انا لو عايز احسب اللي هو الايزو الكتريك بوينت، بقى الايزو الكتريك بوينت اللي هو الايزو الكتريك بي اتش او اللي هو البي اي دي، قال لك ده بيكون بحسبه ازاي. بحسبه ازاي عباره عن ان انا بجيب مين اللي هو البي كي اي بتاعت اللي هو الكربوكسيليك، ولو لو اللي هو الاستراكشر او الامينو اسيد بتاعي بيكون فيه كربوكسيليك وامين جروب، بجمع الاثنين بيك مع بعض وباخد المتوسط بتاع مجموعهم اقسمهم على الاثنين. ده بالنسبه لو امينو اسيد قال لك في ايه اللي هو كربوكسيليك وامين جروب بس. اما لو انا بيكون في كذا ايه كذا كذا مركب وكذا حاجه او في سايد تشين، ببدا ان انا مين اجمع الاثنين بيك وايه واجيب اللي هو المتوسط بتاعهم. طب اجمع الاثنين بيك ده على اساس ايه؟ هنا بجمعهم على اساس اللي هو لو اشوف لو اللي هو السايد تشين بتاعت اللي هي بتكون الار، قال لك لو اسيدك، طب انا اعرف اللي هي اسيدك ازاي، امثله على الاسيدك اللي هو الاسبرتيت والجلوتاميد. طب لو الاسيدك بحسب اللي هو انهي بيك ايه، بحسب البيك ايه بتاع السايد تشين والبيك ايه بتاع اللي هو مين الكربوكسيليك. يبقى اسيدك من اسمها بنحسب الكربوكسيليك اسيد، كده كده بنحسب السايد تشين ثابته في الاثنين، بجمعهم واقسمهم على اثنين. طب لو هي بيزك امثله عليه اللي هو مين اللي هو الهيستيدين والارجينين واللي هو الليسين، جمعت لك في كلمه اسمها لاست اكشن هيرو، لاست اللي هي ال الليسين واكشن اللي هو الارجينين، والهيستيدين اللي هو بيكون مين اللي هو جايه من كلمه لاست اكشن هيرو اللي هو الهيرو، يبقى هيستيدين. طب هنا بقى طالما قلنا بيزك معناه ان انا ايه بجيب البي كي بتاع الامونيا والبي كي بتاع السايد تشين واجمعهم واقسمهم على بعض. طب الايون هيزيبوا الباقي الحاجات المجموعات التانيه المتعينه زي التيروزين والسستين، وهنشوفهم في الجدول دلوقتي. بنعمل ايه؟ بنجيب نمسك اللي هو البي كي بتاعت الاسيدك وبتاعت البيزك وبتاعت السايد تشين، نشوف القيمه اللي في النص اللي هي مثلا دي 2 ودي 3 ودي 5، نشوف اللي هو الميدل بي كي القيمه اللي هي في النص، سواء بقى كانت تبع مين اللي إيه، سواء كانت تبع البيز او اللي هو اللي او اللي هو الاسيدك او اللي هو السايد تشين، ايا كانت بناخد القيمه اللي في النص الميدل بي كي وبنحسب معاها البي كي بتاع الكربوكسيليك. تمام، تعالوا ناخد مثال اهو. قال لك المثال هنا انا عايز احسب اللي هو البي اي اللي هو الايزو الكتريك بوينت، انا معايا اللي هو بيكون هنا ايه عطيني كام، هو هنا ايه اعطيني بالنسبه للجلوتاميد، احنا عارفين الجلوتاميد دي بيكون اسيدك، معناها بحسب اللي هو البي كي بتاع السيد اتشين. تمام، اللي هي بيكون بتاع السيد اتشين والبي كي بتاع اللي هو الكربوكسيليك. هو قال لك السيد اتشين هي 4.3 بتاعت الكربوكسيل بتاع اللي هو الكربوكسيليك بيكون 2.2، بجمعهم اقسمهم على 2 على عددهم هيديني اللي هو الايزو الكتريك بوينت. الجدول ده هو اللي هيوضح لي الكلام اللي انا قلت لك عليه. هنشوف، قال لك مثال عندي اللي هو الاسبرتيد والجلوتاميد، صح الاسبرتيد قلنا والجلوتاميد، الاسبرتيد هنا والجلوتاميد ده اللي بيكونوا مين اسيدك، صح؟ فالجدول اللي جاي هنا الاسبرتيد قلنا والجلوتاميد قلنا دول الاثنين ده اللي بيكونوا مين اسيدك. تمام، طب ما طالما اسيدك انا عندي بي اتش اي
تعالى اوضح لك كمان الجدول فوق اهو. قال لك ما طالما عندي الاسبرتيد والجلوتاميد ده اللي بيكونوا مين اسيدك. في الاسيدك انا عندي دي بتاعه كربوكسيلك ودي بتاعه اللي هو الامونيا اهو ان اتش 3 ودي بتاعه اللي هي السايد تشين تمام. هنا بنحسب في الاسيدك بيكون الاسبرتيد والجلوتاميد بنحسب فيها اللي هو بتاعه اللي هو الكربوكسيلك وبتاعه اللي هو السايد تشين. لو جمعت 9.8 زائد 9.2 وقسمتهم على 2 هيديك الناتج ده. طب لو جيت اشوف مثلا اللي هو اللاست اكشن هيرو اللي هو الليسين والهيستيدين والارجينين ده اللي بيكونوا مين بيزك، بحسب فيهم مين، بحسب البي اتش بتاع اللي هو الامونيا مع اللي هو البي اتش بتاع مين مع اللي هو البي اتش بتاع السيد تشين، اجمعهم اقسمهم على 2 هيديني النواتج دي. طب بالنسبه للحاجات التانية اللي هو السيستين والتيروزين والسيرين والالانين، اي حاجه وانا ما ذكرتهاش تبع الايونيزيبل الثانيه، بشوف اللي هو الميدل بي كي. يعني مثلا وليكن هنا بالنسبه للسيستين انا عندي هنا بي اتش بيكون واحده 1.71 واحده 8.33 واحده 10.78، انهي بيكون القيمه اللي في النص اللي هي القيمه دي بتاعت الامونيا، يبقى اخد القيمه دي احسبها مع مين مع اللي هي بتاعت الكربوكسيل. لك اجمعهم اقسمهم على 2 اهو، قال لك هو بي كي 1 زائد بي كي 2 اللي هو بي كي 1 زائد بي كي 2 اجمعهم اقسمهم على 2 هيديني اللي هو الايزو الكتريك بوينت. اخر سلايدين هكلمك عليهم اللي هو بيكون النان بروتين امينو اسيد، بيكون في منهم اللي هو الالفا امينو اسيد وفي منهم اللي هو النان الفا امينو اسيد. الالفا امينو اسيد دي بيكون عباره عن اللي هو السيتريولين والايه والاورنيزين، دي بيكون بيشارك في اليوريا سايكل. اما اللي هو الهوموسيرين والهوموسيكلين الهوموسيستين دي بيشارك في اللي هو في الميتابوليزم، والسيستين اللي هو بيكون عباره عن 2 سيستين دي بيشارك في البروتين او مهم للبروتين ستراكشرال بروتين ستراكشر تمام. اما النان الفا امينو اسيد بيكون في اللي هو البيتا او اللي هو البي الانين دي بيشارك طبعا، ما طالما بيتا يبقى فيها بي يبقى بتشارك في ايه او بتدخل في تركيب اللي هو البانتوسينيك اسيد فيتامين. اما اللي هو الجابا او اللي هي جايه من جاما امينو بيتيريك اسيد دي بتشارك في اللي هو او بادئه بجي يبقى بتشارك في اللي هو ايه في الجلوتاميت في البرين في البرين تيشو. اما اللي هو التيورين بيشارك في البيل كومبايند مع البيل سولت. اخر سلايد اللي هو انا عندي بيكون بروتينات مش بتشتغل الا لما اعمل عليها مين بيشتغل لما بعمل عليها موديفيكيشن او اي تعديل، مثلا زي البرولين والليسين بيشتغلوا لما اعمل عليهم تعديل وادخل عليهم اللي هو الهيدروكسيل اللي هو هيدروكسي برولين او هيدروكسي ليسين، ده اللي بيكون المصدر بتاعهم اللي هو الكولاجين تمام. مثلا الليسين يبقى بيدخل في الاثنين تبع اللي هو الهيدروكسيل الهيدروكسيليشن وبيعمل له تعديل برضو بالميثيليشن، يبقى الليسين والهيستيدين عملت لهم بالميثيليشن المصدر بتاعهم من اسمهم ام ميثيليشن عشان تسهل الحفظ يبقى مثيل مايوسين، ده بيكون ان ميثيل الكلايسين واللي هو الميثيل هيستيدين. طب اما اللي هو الجاما كاربوكسي جلوتاميد اللي هو الموديفيكيشن بتاعه اللي هو الكاربوكسيليشن، المصدر بتاعه اللي هو البروثرومبين اللي هو المسؤول عن تجلط الدم. وبكده خلصنا المحاضره وبنعتذر على اللي حصل في الفيديو تشويش الفيديو، وان شاء الله نظبطه. وبنشكركم على حسن استماعكم ونتمنى ان تكون الجميع استفادوا. ما تنساش لو عملت سبسكرايب تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتضغط لايك عشان يوصلك كل جديد بينزل. وشكرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.